بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا قوم صلوا على النبي محمد، فقبولها حتما دون تردد. أعمالنا بين القبول ورفضها، إلا الصلاة على الحبيب محمد. وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد. قد لامني فيه الجهول ولو درى معنى الهيام لكان مساعدي. ألف الصلوات والتسليم دائما على سيد السادات وسندي محمد بن عبد الله أفضل البرية وأحسن البشرية، بشرى لنا بمولده صلى الله عليه وسلم. هذا المولد وهذه الذكرى التي دائما ما تذكرنا بما أكرمنا به الله سبحانه وتعالى من الخير والتمكين صلى الله عليه وسلم. نفرح كثيرا بمولده، ويفرح كل الناس فرحا يفوق فرحنا بالعافية والمال، بل ويفوق فرحنا بالملك والعيال. نحيي لياليه بالفرح والمسرات صلى الله عليه وسلم، حبورا بمولده الشريف الذي توالد به الخيرات. وأي مسلم مشاهدينا الأعزاء لا يحيي تلك الليالي فرحا وسرورا؟ أي مسلم لا يحييها؟ نحييها جميعا تجديدا لذكراه صلى الله عليه وسلم، وشكرا لرب العزة والملكوت لله تعالى على نعماه. تحية لكم عبر الموعد اليوم مشاهدين الكرام، ونحتفي كما يحتفي المسلمون في كل عام بميلاده، وهنا طبعا احتفاء خاص بالتراتيل المختلفة والتقاليد المختلفة في السودان، وكذلك كل الطرق المختلفة التي تؤدي أشكالا مختلفة لاحتفائنا بالمولد النبوي الشريف. سعداء اليوم أن نكون مع الطريقة العزبية ونتحدث عن ميلاده وعنه أفضل الصلاة والتسليم، وعن احتفائهم، ونتعرف أكثر على هذه الطريقة. وأسعد أن أرحب بضيفي الكريمين الدكتور يوسف العزبي. أهلا بك، سعيدين جدا بك في الموعد. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا الحقيقة يعني أسعد بأن أطل على السادة المشاهدين عبر برنامج في الموعد في يوم مبارك، في أمسية مباركة طيبة، في مناسبة تهز القلوب والأرواح. أتقدم في الشكر لقناة الشروق. أهلا بك. ولأسرة برنامج في الموعد، ولك أخي أستاذ حسام. وإن شاء الله تعالى تكون إطلالتنا على السادة المشاهدين تكون عليهم خيرا وبركة وفتحا من الله سبحانه وتعالى، وتأييدا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيدين جدا بك دكتور يوسف العزم، وحيكون النقاش إن شاء الله في كثير جدا من المحاور عن ميلاد المصطفى المعظم وعلى الطريقة العزمية، وسيكون كلامنا إنشادا إن شاء الله خلال ضيف الثاني الموجود معنا في الموعد المنشد محمد سليمان. أهلا بك وأسعد الله كل أوقاتك. مرحبتين بكم إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وإن شاء الله نقدم ما هو يعني مفيد إن شاء الله. إن شاء الله. طيب رأيك شنو نبتدر نحن في محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ خير الكلام إنشادا، نبتدر ومن ثم نعود لحوارنا. طيب إن شاء الله أقدم لكم سر الوصول إلى الجناب العالي. صلى الله عليه وسلم. قصيدة للأستاذ الإمام محمد ماضي أبو العزائم. نعم. سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآل، تعطى القبول وترفعا لجنابه، وتنال ما ترجوه من آمالي. سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآل، تعطى القبول وترفع عن لجنابه، وتنال ما ترجوه من آمالي. والفضل فضل الله، والفضل فضل الله يعطى منة بالحب في طه العزيز الغالي. والفضل لا يعطى
والفضل لا يعطى لعلة عامل نذه إلهك عن سوى ومثالي. كم عامل في ظلمة لا يشهدن إلا وساوس نفسه بخيالي. كم عامل في ظلمة لا يشهدن إلا وساوس نفسه بخيالي. تعطى القبول وترفع لجنابه وتنال ما ترجوه من آمالي. تعطى الجمال فلا يراك مشاهد إلا ويشهد نوره المتلالي. من أين هذا العلم والنور الذي أعطيته من لحظة في الحال من حب قلبي للحبيب محمد نلت المنى بل نلت كل آمالي. من أين هذا العلم والنور الذي أعطيته من لحظة في الحال من حب قلبي للحبيب محمد نلت المنى بل نلت كل آمالي. أنا يا حبيبي وفي هواك متيم وشهود وجهك بغيتي ونوالي. أنا يا حبيبي في هواك متيم وشهود وجهك بغيتي ونوالي. واجه بهذا الوجه مغرما يرجو نوال القرب والإيصال. بشرى لمن عشقوا جمال محمد نالوا القبول من الولي الوالي. بشرى لمن عشقوا جمال محمد نالوا القبول من الولي الوالي. صلى الله عليه وسلم. شكرا المرشد محمد سليمان، وهذه القصيدة اللي تم إنشادها للإمام محمد ماضي أبو العزائم. شكرا لك دكتور يوسف العزمي من جديد بك الترحاب. ولا بد أن نضع كل من يتابعنا الآن في الصورة، طالما حديثنا وموضوع حلقتنا عن ميلاده أفضل الخلق والطريقة العزمية بكل تأكيد كان لها ما لها يعني من احتفال دائم بميلاد الحبيب. لكن أولا نتعرف أكثر ونمضي أكثر في نسب هذه الطريقة، وهذه الطريقة لكل مشاهدينا. شكرا لك أخي التحية حسام. نعم. ونحن في هذا اليوم السعيد المبارك، وقبل أن أقدم تعريفا للطريقة العزمية، أنا أرجو في البدء أن أتقدم بالتهنئة والتحية للأمة الإسلامية في السودان وفي قاطبة الكرة الأرضية على هذه المناسبة العظيمة التي لا نقول أننا نحييها فقط، ولكننا نحيا بذكراها وهي سلام. تحيينا. نعم. مناسبة المولد النبوي الشريف. وفي بداية هذه الحلقة أنا أقول شيئين. أول حاجة، نحن دارين نقدم الحلقة دي هدية إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن متكلمين، منشدين، مشاهدين، كل من دار في فرق هذه الساعة المباركة إن شاء الله تعالى، كلنا نقدم هدية على قدرنا إلى جناب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الشيء الأول. والشيء الثاني، أننا نريد في البدء أن نستأذن صاحب الذكرى المبارك الأنور صاحب الجناب الأقدس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نستأذن حضرته أننا نريد أن نتكلم عنه
منه له، فليأذن لنا أن نتكلم عنه وأن نتكلم منه وأن نتكلم له. ويعني أستعير عبارات كان يقولها مولانا العاري بالله شيخ سيف الدين أبو العزائم رضي الله تعالى عنه، وهو الآن في الرحاب الأعلى. كان يقول إن الكلام عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل وصعب. سهل مما أتاح لنا من جمالات ومن بستان معرفة ومحيط جمالات من أي شيء ومن أي قطعة ومن أي وردة أو زهرة اقتبست أو أخذت فأنت أصبحت جميل. نعم. وصعب من حيث المكان السامية والمنزل العالية والمقام الأرفع، نحن عاجزون نقف في مقام العجز أن نحيط بهذه الجمالات. أما الحديث عن الطريقة العزمية، فالطريقة العزمية هي طريقة صوفية. وأنا داري يعني شوية كده يعني أتسامر ويعني نقول كلام سمر وكلام لطف وكلام بتاع مباسطة حبام مع أي حبام مع السادة المشاهدين. نعم تفضل. يعني الآن يعني أكون واضح، يعني التصوف الآن قد يكون في بعض أذهان الناس يعني يشوفوا شيء غريب عن الإسلام، وإن الصوفية دي المرات عندهم طلاسم وعندهم شطحات وعندهم، أنا داير بس زي ما قال يعني أستاذنا السيد العلوي المالكي عنده كتاب اسمه مفاهيم يجب أن تصحح. نعم. نزيل زي ما يقولوا هن الغباشة عن التصوف. جميل. التصوف المفترى عليه واحد برضو من الأساتذة قال التصوف قضية، إن التصوف قضية عادلة إذا أحسن الترافع عنها. نعم. التصوف ليس هو شيء والإسلام شيء، بمعنى أن التصوف ليس هو دخيل على الإسلام. التصوف هو تحقق بالإسلام، التصوف هو ذروة سنام الإسلام. زي ما نحن الآن يعني بنؤمن أنه في علم اسمه الحديث، وفي علم اسمه يعني علم التوحيد، وعلم اللغة العربية، وعلم النحو. التصوف هو علم من هذه العلوم، ولكن التصوف غاص في معاني التدين ولم يقف في مظاهر التدين. يعني مثلا بسيط، مثال بسيط، الصلاة. الصلاة دي عندها مبنى، الصلاة عندها حركات وعندها أفعال وعندها أقوال، لكن باطن الصلاة ليس هو مبناها. الصلاة فيها معنى، فيها الخشوع، فيها اتصال بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. يبقى ده معنى الصلاة. التصوف معني بمعنى الصلاة، تحقيق هذا الخشوع في الصلاة. الصدقة والزكاة، الزكاة الآن هي عطاء، مبنى الزكاة هو عطاء من ميسور حال لفقير محتاج، ده مبنى الزكاة. لكن معنى الزكاة هي طهرة، هي تواضع، هي انكسار. انت بتشوف المحتاج ده هو في موضوع لا ما في موضوع الانكسار، انا اللي بقدم العطاء ده، انا المنكسر. ده التصوف يخاطب الحج. الحج هو رحلة، بظاهره رحلة في ميقات معين لمكان معين بزي معين، لكن معنى الحج هو تحقق بالعبودية. انا شنو الحاج ده؟ هم الاول هو الحاج، انا الحاج ده منه. نعم. وفيما هنا دكتور يوسف مضت الطريقة العزمية. نعم. بطريقها مع كل مريدينها ومحبينها. نعم. في ذات الاتجاه لتخاطب المعاني، كأنك ترمي إلى هذا. نعم. فالطريقة العزمية أسسها الإمام السيد محمد ماضي أبو العزائم. نعم. وهو رجل من آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجداد أشراف. فهو حسيني، إن أخذته من جانب أبيه حسيني ومن جانب أمه حسيني. أجداده كانوا في المغرب العربي في بلدة تسمى عين ماضي، ولذلك جاءت التسمية محمد ماضي، ولكن هو في الحقيقة اسمه محمد ابن عبد الله المحجوب. حتى هو محمد ابن عبد الله وراثة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جرت السيرة لأنه ينسب إلى عين ماضي ثم محمد ماضي. أبو العزائم كنية، قالوا كناها به أهل الله سبحانه وتعالى لما شهدوه فيه من عزم، فسمي بأبي العزائم، فأصبح محمد ماضي أبو العزائم. ولد يعني في مصر، لأن يعني أبوه وأمه جو إلى مصر واستقروا بمصر. هما مصريين من حيث نشأوا في مصر، ولكن كما ذكرت أن أجداده من عين ماضي بالمغرب العربي، فجاءوا إلى مصر. وولادته كانت في العام 1869، والغريب أن مكان ميلاده مبارك وزمان ميلاده مبارك. ولد في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى،
في منطقة رشيد في مسجد اسمه مسجد سيدي زغلول. يعني تصادف أن يعني أمه كانت تزور الولي الصالح سيدي زغلول، فجاءها المخاض فوضعت السيد محمد ماضي أبو العزيز. ده المكان من حيث بركة المكان، من حيث بركة الزمان ولد في ليلة الإسراء والمعراج. سلام. والأعجب كمان انتقل في ليلة الإسراء والمعراج عام 1937، فكان ميلاده في يوم الإسراء والمعراج، وكان ختامه في يوم الإسراء والمعراج، إشارة من الحق سبحانه وتعالى أن حياته كانت إسراء وعروج إلى ذات الحق سبحانه وتعالى. السيد محمد ماضي أبو العزائم له في السودان دور عظيم جدا، يمكن دي الحلقة اللي أنا بقيف فيها من حياة السيد محمد ماضي أبو العزائم. نعم. أن الإمام أبو العزائم يعني هو خريج دار العلوم، كلية دار العلوم بالقاهرة، تخرج فيها وكان عمره إزاك 19 سنة، فأصبح معلم وتنقل بين المدارس في المنيا وفي الإبراهيمية الشرقية في مصر هناك، إلى أن جاء سواكن سنة 1896، ثم رجع مدرسة سواكن الفدائية الآن من معالم سواكن الأثرية، كان أستاذا بها، فرجع مرة أخرى إلى مصر إلى أسوان، ثم عاد إلى سواكن مرة أخرى. سنة 1902 أسست كلية غردون التذكارية اللي هي جامعة الخرطوم الآن. لما جاء عام 1905 تم تعيين الإمام محمد ماضي أبو العزائم أستاذ للشريعة الإسلامية بجامعة الخرطوم المسمى آنذاك كلية غردون التذكارية. نعم. أنا دارجي للحلقة الأهم في السودان، إحنا ماذا أنالنا من نصيب من الإمام أبي العزائم؟ نعم، وتأسيس هذه الطريقة. نعم. وانتشارة في السودان أيضا. أيوة. إلحاقا بك. نعم. الإمام أبو العزائم كان للعامة الناس كان في ظاهر الأمر معلم وأستاذ. نعم. لكن لم يكتفي بهذا الدور، الإمام أبو العزائم جمع الله سبحانه وتعالى فيه عدة رسالات. وزي ما يعني واحد من المطلعين ومن المحققين لسيرة الإمام أبي العزائم قال، الإمام أبي العزائم كان وارثا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان شيخ طريقة فقط ولا كان أستاذ شريعة فقط، ولكن كان قد جمع الله سبحانه وتعالى فيه علوم الرسالة وعلوم الوراثة. ربنا سبحانه وتعالى قال، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. العلماء قالوا هذه هي علوم الرسالة الخمسة. المحققين لسيرة الإمام أبي العزائم وجدوا أن هذه العلوم الخمس كانت مدار وكانت أنفاس الإمام أبي العزائم إلى أن فارغ هذه الدنيا. فهو لم يكن كما أسلفت أنه معلم أو أنه شيخ طريق أبدا. الإمام أبي العزائم إن نظرت إليه كان شيخا للطريق، بمعنى أنه كان يزكي النفوس، كان أستاذا للشريعة أنه كان يعلم علوم الشريعة، ولكن بجانب ذلك كان له دور إصلاحي وكان له دور سياسي فاعل. ثوار اللواء الأبيض، ثورة اللواء الأبيض سنة 1924 بغادته الأفذاذ علي عبد اللطيف وعبد الفضيل الماز. نعم. هؤلاء الأبذاذ الذين نحن الآن نفخر بهم، مفخر للسودان الآن ثوار اللواء الأبيض وهم ثوار الحركة الوطنية. هؤلاء الثوار في مضابط محاكماتهم لما سئلوا، يعني كان غريب إنه أولاد شباب بهذه الروح الوطنية، بهذه الروح التي ثاروا بها ضد الاستعمار، بهذه الروح التي خلوا يعني الشعب السوداني آنذاك كله ينفعل من خلفهم، سألهم في محاكماتهم قالوا، من أين هذه الروح الوطنية وهذه الروح التي أنتم تغفون بها أمام الاستعمار في بطشه وفي عنفوانه وفي قوته؟ كانت إجابتهم قالوا، نحن حملنا هذه الروح من الأستاذ السيد محمد ماضي أبو العزائم، كان يعني يحمل الهم الوطني وكان ينافح الاستعمار في دروسه في مسجد الخرطوم الكبير وفي دروسه للعامة والمثقفين. المثقفين كانوا يجتمعوا على السيد أبو العزائم يحدثهم عن ضرورة محاربة الاستعمار. نعم. لذلك من سنة 1905 لحد 1915 فترته في كلية غردون التذكارية، الاستعمار أحس إنه هو الله قضى على الثورة المهدية. يعني سنة 1999 الحكم الثنائي جاء إلى السودان وقضى على الثورة المهدية، فما لبث أن جاءه رجل يريد أن يعيد تلك الروح التي تناهض الاستعمار، فأحسوا بخطره
فكتب الحاكم الإنجليزي العام كتب خطاب إخصاء سنة 1915 للسيد أبو العزايم، وتم يعني إخصاؤه والعودة به إلى مصر، ولكن كما ذكرت ترك هذه الروح. نعم ترك هذه الروح. الآن ما الفاعل منها من خلال الطريق الموجود وانتشار في السودان؟ الحمد لله تعالى، يعني بعد رحيل الإمام العزايم وانتقاله سنة 1937 المسيرة تواصلت. نعم. فخلف من بعده يعني الأستاذ محمد كامل الرزهلي ومضى بنفس ذلك النهج. ثم من السودان كان نصيبنا الشيخ محمد أحمد أبو العزائم لحد سنة 1965، وبعده من 1965 إلى 2019 في يناير الماضي كان يعني القطب، وكان الفرد الصمداني والعارف النوراني سيدي الشيخ صف الدين أبو العزائم، يعني كان هو خليفة الطريق. ومن الآن يعني ابنه الدكتور الشيخ محمد علي الشيخ صف الدين أبو العزائم يعني يسير بنفس المنهج. وأنا إذا سمحت لي نعم. الأستاذ حسام، يعني قبيلا أنا تكلمت عن إنه التصوف يعني ما هو شيء يعني مفك عن الإسلام. التصوف هو مقام الإحسان في الإسلام. الإسلام هو إسلام وإيمان وإحسان. فالسادة المتصوفة يرجو من أبنائهم ومنتسبيهم أن يبدأوا بهذا المقام. لذلك السيد أبو العزايم يقول بداية طريقنا الإحسان. أنا إذا سمحت لي دار يعني استعرضت لك الآن أسماء فقط، قلت لك الشيخ محمد أحمد والشيخ صف الدين أبو العزايم وأستاذنا الدكتور محمد علي، كل الأسماء دي رسالة واحدة من كلمة اقرأ. كلمة اقرأ نعم. أول كلمة جاء بها القرآن اقرأ نعم. فمنهج الطريقة العزمية من هذه الكلمة نعم. اختط الإمام العزائم وجاء هؤلاء الخلفاء من بعده يحملوا لواء العرفان نعم. والتنوير. أستاذنا الشيخ صف الدين العزائم إلى ختام حياته كان يقول يا أبنائي أنتم تحملوا علم التنوير. الطريقة العزمية للتنوير من كلمة اقرأ. لذلك السيد أبو العزائم وكل الخلفاء الذين ذكرتهم منهجهم من هذه الكلمة، قالوا نحن نقرأ. طيب نحن نقرأ معناتها نحن دارين كتب عشان نقرأ منها. فالآن نحن يعني المنهج بتاع الطريقة العزمية أن تقرأ من ثلاث كتب. في ثلاثة كتب زي الجامعة بتديك منهج، فيه ثلاثة كتب، كتاب مفتوح وكتاب مجمل وكتاب مفصل. ده منهج الطريقة العزمية. بده المريد لما يجي بده ثلاثة كتب، كتاب مفتوح يقول ده كتاب مفتوح، كتاب مجمل، كتاب مفصل. الكتاب المفتوح هو الكون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أقرأ من هذا الكون، أنظر إلى الكون ده وأقرأ منه. لذلك واحد من الصالحين قال تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائله. الكون الشايفه ده أقرأه، سطور كتاب مفتوح، ربنا قال كده. سنريهم آياتنا في الآفاق، الكون ده كتاب مفتوح. الكتاب المجمل أنت. نعم. أنا الإنسان ده أنا كتاب مجمل، أجمل الله فيه الحقائق. وسيدنا علي بن أبي طالب قال أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. كتاب مجمل أنا، كتاب مفتوح الكون، كتاب مفصل هو القرآن الكريم. تقرأ من هذه الكتب إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى في الآخر، يقول لك شنو؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم دكتور يوسف. نعم. وهنا الحديث يطول يعني وفي معينكم الكثير، لكن نحاول أن نمضي لأننا يعني لدينا الكثير أيضا من المحاور. نعم. نعم. ونتوقف في دقائق قليلة جدا، لا نتوقف في محل مرافعة أو دفاع، لكن في كل عام يحتفل المسلمون والمسلمين بأشكال مختلفة جدا بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويعني تلاوة القرآن، انتشار موكبي العلوم الدينية والتثقيفية، وتأخذ هذه الاحتفالات في كل العالم الإسلامي أشكال مختلفة جدا. هذا يقودنا للحديث عن المولد النبوي الشريف بين القرآن والسنة. نعم الحقيقة والله الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يعني قبل ما نحن نتكلم عن سنده في الكتاب والقرآن الكريم وسنده نعم. في السنة، أنا والله بقول الاحتفال بمولد النبوي الشريف ده هو إحساس ذوق، إحساس وفاء، إحساس عرفان. قبل ما نجيبه وندافع ونترافع هو مسألة بتاع الذوق. وذكرت أنا يعني نقول هذا من باب التبيان فقط، ولسنا نعم. في موضع دفاع أو مرافع. نعم نعم الله نعم. خير. فأنا أفتكر كل من احتفى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول حاجة هو احتفى بنفسه. نعم. لأنه أنت بتحتفي
بجمال. الجمال ده ينعكس عليك انت. الخلق الجميل الفيك ده هو من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة التي ينطق بها لسانك هي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة الناس لك هي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الاحتفال هو عبارة عن وقفة نقف بها نحن أمام سيدنا رسول الله، نقف بها أمام الحق، نشكر على نعمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق سبحانه وتعالى قال لنا كده، أول حاجة لما يتكلم قال وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله. واحد من الناس بيتناقش معي في الأيام الماضية، قلت له أنت معي إنه الإسراء والمعراج من أيام الله؟ قال لي دي آية خرقت العقول، إذن هي من أيام الله سبحانه وتعالى. قلت له أنت معي إن الهجرة من مكة إلى المدينة من أيام الله؟ قال لي كيف غيرت مجرى التاريخ؟ إذن هجرة من أيام الله، الإسراء والمعراج من أيام الله سبحانه وتعالى. فتح مكة، قال لي فتح مكة ده يعني ما حدث عظيم كيف؟ من أيام الله. طيب قلت له الذي حصل له الإسراء والذي حصل له الهجرة والذي فتح مكة فتح قلوب أهلها قبل ديارهم، ألا يكون يوم ميلاد آية من آيات الله سبحانه وتعالى؟ وشوف الإرخاصات ربنا سبحانه وتعالى عشان يكلمنا إنه يوم اليوم ده هو من أيام الله. شوف الإرخاصات اللي حصلت قبال ما يولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا بـ 30 يوم، في رواية بـ 40 يوم، بـ 50 يوم رد الله أبرهة بفيله برجم أبابيل زي ما يقولوا أهل السير فباء بالحرمان. يعني ربنا رد أبرهة قبال من سيدنا رسول الله بشهر أو ما يزيد بقليل. البحيرة بتاع الطبرية، الإيوان بتاع كسرى، النار بتاع فارس، دي كلها عشان شنو؟ ربنا بيضرب جرس إن هذا أجل يوم من أيام الله سبحانه. ربنا يقول لك وذكرهم بأيام الله. يبقى المولد إنما هو يوم من أيام الله سبحانه وتعالى نحن نذكر أنفسنا به. تاني ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ أم لم يعرفوا رسولهم؟ ده سؤال استنكاري بيستنكر على أم لم يعرفوا رسولهم. نحن ما دارين نعرف سيدنا النبي، ما دارين نعرف الرحمة المدخرة لنا والهدية المهدى لنا والجمال في نبينا صلوات الله وسلامه. وهي فرصة طبعا هنا لمن شغلته مشاغل الدنيا أن يجلس في هذه الأيام المباركة ويأخذ من العلوم الدينية والتثقيفية. تاني الآية الثالثة قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. ديننا ده يا أستاذ حسام دين مشاعر، دين سماحة. شوف ربنا قال شنو عن سيدنا يعقوب، قال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يعني ربنا أباح أن نعبر حتى الحزن ده، ربنا أتاح لنا إنه القلب ده يعني يعبر عن الحزن إلى درجة يعني سيدنا يعقوب فقد بصره. يعني ربنا بخاطب الوجدان، بخاطب المشاعر. نحن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تفيض العيون دمعا في يوم ميلاده شوقا إليه، ألا تتحرك القلوب شوقا إلى محبته، وكلها إليه تميل صلى الله عليه وسلم. سنأخذ يعني لحظات أخرى في هذا التوجه. استأذنك واستأذنك أيضا المسجد محمد سليمان وكل مشاهدين الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ونعود لنتواصل في رحاب المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم في الموعد. أهلا من جديد مشاهدينا، نتواصل معكم في الموعد في رحاب المصطفى المعظم عليه الصلوات والتسليم والاحتفاء بمولده والطريقة العظمية التي نشير إليها أيضا في كلمات. جدًا ترحب بضيفي الدكتور يوسف العزمي والمرشد محمد سليمان اللي حنتوقف معه في لحظات أيضا لكلمات إن شاء الله منتقاة وإنشاد المصطفى المعظم. تفضل. إن شاء الله. ليالي رسول الله أشرق نورها علينا وفي الكونين فاح عبيرها. ليالي رسول الله أشرق نورها علينا وفي الكونين فاح عبيرها.
فبشرى لمن أحيا ليالي محمد، فها هي بالإقبال لاحت بدورها. فبشرى لمن أحيا ليالي محمد، فها هي بالإقبال لاحت بدورها. فهيا فهيا بنا نحيي ليالي أحمدا، لنحظى بفردوس الجنان وحورها. فهيا بنا نحيي ليالي أحمدا، لنحظى بفردوس الجنان وحورها. خصوصا خصوصا ليالي الصفو والقرب واللقاء، ليال بطاها قد تبدت سرورها. خصوصا ليالي الصفو والقرب واللقاء، ليال بطاها قد تبدى سرورها. فهيا بنا نحيي ليالي أحمد، لنحظى بفردوس الجنان وحورها. ألا ألا يا رسول الله، جئناك نرتجي بك الغوث يا ضوء العيون ونورها. ألا يا حبيب الله، جئناك نرتجي بك الغوث يا ضوء العيون ونورها. ألا يا حبيب الله، جئناك نرتجي بك الغوث من نار الجحيم وحرها. ليالي ليالي رسول الله أشرق نورها، علينا وفي الكونين فاح عبيرها. صلى الله وسلم على المصطفى النبي الأمي الأمين. دكتور يوسف العزبي، من سعادة العبد، وأي عبد هذا سعيد أن يرزقه الله سبحانه وتعالى بأجمل حب وبأجمل محبة، محبة المصطفى المعظم، يرزقه الله سبحانه وتعالى بهذا الحب للمصطفى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أصل من أصول الدين. لا إيمان لمن لم يكن ولم يكن النبي أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. من هذا نريد نموذج من محبة الصحابة، صحابة النبي، وكانت لهم أجمل القصص، وكانت لهم أجمل أيضا الدروس والعبر، وكانت لهم أجمل النماذج والحكاية أيضا. فمن هذا الضرب ندخل إلى هذه النماذج لحبهم عليه أفضل الصلاة والتسليم. أولا في البدء، الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، سيدنا مولانا محمد، كما اصطفاه الله سبحانه وتعالى وجعله يعني حبيب حضرة العزة والتقدير، من باب هذا الاصطفاء اصطفى أولئك الأصحاب رضوان الله عليهم. هؤلاء الأصحاب كانوا نماذج صيغة من أصفى جواهر النفوس، عشان يجانسوا على قدرهم ذلك الكوكب الذي أشرق وتلك الشمس التي أشرقت بلا أفول. كانوا على قدرهم، يعني جملوا بصفات وجملوا بمناقب انعكست من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، يعني أولئك الأصحاب الأحباب. يعني إذا أخذت مثلا سيدنا علي بن أبي طالب، المتبادر للذهن سيدنا علي بن أبي طالب ده الشجاعة الإقدام، لكن لما تجي وتقعد مع سيدنا علي بن أبي طالب وتسأله عن سر الشجاعة والإقدام والجرأة، بتجد أن هنال كل ذلك من جناب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وشوف يقول لك شنو، يقول لك كنا إذا اشتد البأس وأحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تعاين لكرم
وليجود سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، لما انت تشوف جود وبزم، سيدنا أبو بكر ده جاب مال ووضعه وقال لسيدنا النبي ماذا تركت يا أبو بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله، تركت الله سبحانه وتركتك انت يا سيدي رسول الله. شوف الكرم، شوف الجود ده، لما تجي تشوف جود وكرم ده، يجي سيدنا عبد الله بن عمر يعاين المشهد ده، يعاين لجود سيدنا أبو بكر، يعاين لجود سيدنا عبد الرحمن بن عوف، يعاين لجود سيدنا عثمان اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني قال الله سيدنا رسول الله قال اللهم إني راض عن عثمان. لما سيدنا عبد الله بن عمر يعاين في الجود ده والكرم ده، شوف يقول شنو النازل كلهم خطوهم على جنب، قلنا نمازجهم ديل، يقول لك شنو؟ ما رأيت أحدا في الناس أجود ولا أنجد ولا أشجع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم نجوم انعكست فيهم أنوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أستأذنهم والله في اللحظات دي، أستأذنهم العظام ديل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وكل النجوم المشرقات ديل، يعني أنا أستأذنهم، يمكن نحن كلنا نعلم يعني عظيم قدره ومحبتهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن داير أضيء إضاءة على واحد من النجوم دي يمكن ما تطرقت له السيرة كثير. نعم. ورسالة للشباب. نعم. عشان الشباب ديل يعرفوا إنه القلوب دي جملت بمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. شاب صغير يعني اسمه طلحة ابن البراء، سيدنا طلحة ابن البراء كان في الموعد، زي ما البرنامج بتاعنا كان في الموعد، هو كان في الموعد يوم أن أطل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة الغراء. دخل المدينة وشوف الصحابة دي كانوا بيعاينوا لسيدنا رسول الله، شوف كان بيعاينوا بعيون، ما كان بيعاينوا بعيون زي عيوني دي كدي، لا كانوا بيعاينوا بعيون القلب. لذلك سيدنا أنس قال لما أن دخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. شوف أضاء منها كل شيء دي كيف، قلوب ذات أضاءت. والدليل على إضاءة قلوب دي، نحن الآن بعد 1400 سنة بنتمتع بذكراهم ونعيش على ذكراهم. أضاءت قلوبهم بلا ظلام، أضاءت من شمس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا طلحة ده من الناس لما دخل سيدنا رسول المدينة قلبه أضاء، بقى شايف ما في ظلام، شاف النور المحمدي اللي سيدنا كعب بن زهير قال إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول. سيدنا الرسول قال له إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. شوف سيدنا طلحة ده لما الصحابة كانوا في زفة سيدنا رسول الله وقالوا طلع البدر علينا، الناس دي كانوا واحدين بالألاف ماشيين بأرجلهم، واحدين بالمئات طالعين في أعلى الدار بينظروا في جمال سيدنا رسول الله. شوف الطرقات دي يعني شافوها كده ما 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 بتخلون يتملوا برؤية سيدنا رسول الله، دارين يشوفوه من العلو لأن جنابه عالي، واحدين في الطرق، واحدين في الأشجار، قاعدين في الأشجار بمشتاقين لسيدنا رسول الله، نساء ورجال وأطفال. ما زفوا يا أخوانا، ده ما مولد، ده مولد عظيم. شوف سيدنا طلحة بن البراء مش الوقت ده كان قلبه متعلق بسيدنا رسول الله، لا كان متعلق بالقصواء ناغس سيدنا رسول الله، كان يضع عنقه على جلد القصواء المحمدية يتبرك بالقصواء، لحد ما سيدنا رسول الله قاعد يداعي في سيدنا طلحة بن البراء. شوف قال لسيدنا رسول شنو، قال يا رسول الله مرني بالذي تحب فإنني سامع لك طائع. سلام. ماسك في القصواء كده يقول لسيدنا الرسول أي حاجة تحبها اللحظة دي أنا والله سامع وطائع لك. يا سلام. بعد ذلك سيدنا الرسول بهدله الحب أعظم منه، وصارت بين سيدنا طلحة بن البراء الود الغلام الشاب ده مع سيدنا رسول الله يعني درجة من الحب لا يسطر على الأوراق ولا ينقل على الألسن ولا تحتويه القلوب، كانت محبة من السر إلى السر، لأن رسول الله سمته الكمال، فكانت محبته على قدره لأصحابه عليهم الرضوان. لما سيدنا طلحة مرض، سيدنا رسول الله طوال ما شزاره في بيته تحركت الكوامل الداخلية في سيدنا رسول الله، وعلم بمرض طلحة جوي قدامه، ورأى طلحة يعالج المرض وآلام المرض، حتى أشاح سيدنا رسول الله بوجهه ألما، تألم لمرض طلحة. شوف سيدنا الحبيب ده كان كيف ذاته، وسيدنا طلحة يعني كان يعني فرح بزيارة سيدنا رسول الله. شوف الشاعر ده كيف سيدنا الرسول يتألم إلى درجة أنه يشيح بوجهه عن طلحة، وطلحة وهو في قمة المرض، طلحة كان في قمة السعادة أنه الآن أمام حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سيدنا رسول الله رجع داره والصحابة ملتفين حوله، قال لهم والله إنني لا أرى طلحة
إلا وهو ملاقي ربه، فإن كان ذاك فأخبروني. هو بقول الكلمات دي، شوف سيدنا طلحة قال شنو، قال لأهل بيته قال إنني أحس بأنني ملاقي الرب. دي خطوط لا سلكية. هو في اللحظة دي بينعي نفسه لأهل داره، وفي المشهد ده ذاته في اللحظات دي في القيد الزمان ده، هناك سيدنا رسول الله بينعي طلحة لأصحاب سيدنا رسول الله. ده هو السر. لذلك الصالحين بيتكلموا في الأسرار دي، زي ما قال الشيخ محمد أحمد كان يقول في تلاغي الخطوط الروحانية. فقام طلحة، شوف سيدنا طلحة قال شنو، ده يعني كلامك يا أستاذ حسام عن محبة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قال لهم شنو، قال لهم إني أحس أنني ملاقي الرب الساعة، فإن أنا مت، شوف الرجل ده، فإن أنا مت، الوقت كان في ظلام الليل، الليل في شدته، قال فإن أنا مت فلا تخبروا رسول الله. أحب إنسان له في اللحظات دي، يعني الشيء معقول، الشيء الطبيعي إنه والله أول حاجة كلموا سيدنا الرسول. لكن شوف النازل محبة يعني قفزت فوق قيد الزمان وقيد المعقول. لذلك أستاذنا أبو العزائم في المشاهد العالية دي بيقول شنو، قد جاوز العقل والمعقول منزلة. سلام. المحبة دي هنا جاوزت العقل والمعقول منزلة. طلحة أنت أحب شخص لك في هذه اللحظات وسيدنا رسول الله. شو قال لهم شنو، قال فلا تخبروا رسول الله. ليه ما يخبروا سيدنا الرسول؟ قال فإني أخاف من الليل عليه. نعم يا سلام، هي نماذج كثيرة جدا في حب المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. لكن بما أننا يعني أهدينا، نحتاج لرد الهدية في هذا الختام كما تريد أن تقول دول. والله أنا ابتدأت هذه الحلقة يعني والحلقة ابتدرتها بأنني يعني قد ذكرت أن هذا الكلام وأن هذه المباسطة وأن هذه المسارة بيننا نحن في هذا البرنامج بين السادة المشاهدين بمقاماتهم السامية، ونخاطب فيهم الشوق لسيدنا رسول الله والعشق لجمال سيدنا رسول الله، نقول لهم والله يبشروا العاشقين المحبين لجناب سيدنا رسول الله، يبشروا ويستبشروا بسيدنا رسول الله، فقد نالوا من العناية ركنا غير منهدم. وأنا زي ما يعني ابتدرت الحلقة دي، يعني إن هي هدية لسيدنا رسول الله. نعم. في يوم ذكراه، في يوم ميلاده، في يوم الفرح به صلوات الله وسلامه عليه، أنا داير أقص قصة ليهم نختم بها كلامنا ده. طيب نمضي فيها سريعا حتى لا يسرع. إن شاء الله إن شاء الله. القصة دي يعني يرويها لنا رجل يسمى ابن الموفق، كان رجل من الصالحين في الزمان الماضي. ابن الموفق ده قالوا خرج إلى الحج، ولما أن جاء الناس في ميقات الإحرام وكل واحد نوى الحج ويعني تلفظ بنية الحج في إحرامه، شوف ابن الموفق قال شنو، قال اللهم إن هذه حجة أهديها لجناب رسول الله، أنا حجتي دي أهديها لجناب سيدنا رسول الله. وبقى طائف، وبقى يعني يتنقل من منسك إلى منسك، يشرب ماء زمزم بنية سيدنا رسول الله، يقيف بين يطوف بين الصفا، يسعى بين الصفا والمروة بنية سيدنا رسول، يقف في عرفات بنية سيدنا رسول الله، إلى أن يعني قالوا لما بات بعرفات أكرمه الله سبحانه وتعالى بأنه رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا الرسول سأله قال له يا ابن الموفق، أحججت عنا؟ أطفت البيت عنا؟ أسعيت بين الصفا والمروة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوقفت عرفات بأنك تهديها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا ابن الموفق، إن هذه يد لك علينا نكافئك بها في الآخرة على رؤوس الأشهاد، لأخذن بيدك وأدخلنك الجنة. فنحن في الختام نرجو من النبي سيد الأعلام أن يكافئنا يعني بالقدر الذي يليق به من العطايا ومن الكرم ومن الحب، وأن يقربنا إلى جنابه، وأن ينفعنا بالنظر من عنده صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله وسلم الله وسلم عليه خاتم الأنبياء والمرسلين. شكرا جميلا دكتور يوسف العزمي، شكرا أيضا للمنشد محمد سليمان، وشكرا لمشاهدينا الأعزاء في رحاب المصطفى في الموعد. كنا مع الطريقة العزمية حديثا عن ميلاد أفضل البرية وأحسن البشرية محمد بن عبد الله. مع السلامة.